خير ان شاء الله. شو المشكله دكتور؟ انا عندي مشكله كبيره يا دكتور. انا مشكلتي مش قادر اعيش حياتي زي بقيه الناس. انا نفسي اكون زي بقيه العالم. انا عندي نقص كبير يا دكتور. نفسي اكل نحمه، مش تاكل نحمه، مش تيها شهوه النحمه يا دكتور. نفسي اكل زي الناس نحمه ان شاء الله. بس طب يعني على من المؤاخذه، يعني شو اللي منعك تاكل نحمه؟ قصدي لحمه. نعم مش قادر دكتور، ما بتطلعش مع النحمه. بروح على المطعم بدي اكل نحمه، تطلعش معي، ما بتزبطش معي. حمص ضابط على طول، مضيع حمص يا دكتور. يعني انت بتصحى تقول له اعطيني لحمه؟ والله يا دكتور انا يعني في يعني احناج الشغله يعني، بس ما بتطلعش معي. ان شاء الله بسيط. اغلبك تقوم معي على التاخ. تفضل. يعني انا اكتشفت بعض الفحوصات اللي اجريتك اياها انه مشكلتك بتقدر تنحل ان شاء الله. ان شاء الله تبين معي انه انت كل 100 مره بتلفظ رقم 100 لحمه صح، يعني 99% بتقول انت نحمه 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 نحمه، رقم 100 بتزبط 100 صح. فانت يا ابني استغل هذا الرقم 100، استغلها صح بانك تقول لحمه، استغل هذه الفرصه صح، عد منيح، ولما بدك تقول رقم 100 بتقول اللحمه بتطلع معك 100%. يعني يا دكتور بين كل 100 من اللحمه بتطلع واحده صح؟ بالظبط. الحمد لله يا متى كان يا رب، يعني في امل ان شاء الله. أمل. خلي املك بالله في امل، عمرك ما تفقد املك بربك. الحمد لله يا رب. يا الحمد لله. شكرا يا اخي دكتور، انا مش مصدق حالي. احيانا بدي اكل لحمه، احيانا بدي اكل. الله يسعدك ويخليك يا دكتور، راح اكل نحمة. شفت ادوق طعيفها بس. فكرتني لحمة. حبيب قلبي اسمع. مع السلامة. نحمة 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 نحمي جانسون لو سمحت. لو سمحت تفضل. لو سمحت بدي اكل لحمة. دقيقة شوي. يا اسمح. روح جيب لي حمص، بدي اكل حمص. حمص؟ حمص. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسبي الله ونعم الوكيل. مكتوب علي الحمص.